الخامسة مساء بتوقيت الجزائر سعد الله مساكم مشاهدينا بكل خير وأهلا بكم إلى تفاصيل 90 دقيقة أخبار في رابع مواعيدها الإخبارية لنهار اليوم سنحاول خلال هذه الساعة والنصف من الزمن التي تجمعنا أن نتطرق إلى عديد الملفات المحلية الوطنية الدولية كذلك الاقتصادية والرياضية والثقافية بداية 90 دقيقة أخبار نتوقع من خلالها لآخر توقعات بالنسبة لأحوال الجو حيث تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم اضطراب جوي سيخص الجنوب الغربي للصحراء وهذا يوم غد الأربعاء المزيد اقول في ميكروفون امين صحراوي نظرا لتواجد اضطراب جوي هذه المره سوف يخص المناطق الجنوبيه الغربيه للوطن فامطار احيانا تكون على شكل زخات راعده قد تخص المناطق الجنوبيه الغربيه للوطن فكمنطقه تندوف منطقه بشار وكذلك منطقه أدرار اذا هذه الامطار التي تكون محليا معتبره ابتداء ان شاء الله من يوم الاثنين الثالثه زوالا لغايه صبيحه يوم الاربعاء. وعن كمية الأمطار المتوقعة تضيف هواريا الرقطة في ميكروفون من الصحراوي ثانية فيما يخص يعني كمية الأمطار المتوقعة أن تتساقط على هذه المناطق خلال هذه الفترة قد تتعدى محليا حتى 40 ميليمترا إذا بدون أن ننسى أن هذا الاضطراب الجوي أيضا هو مرفوق برياح تكون نوعا ما قوية على هذه المناطق إذا منطقة تندوف أضرار وحتى منطقة بشار